السلام عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى منكم لايكات لايكات ضد في المقملين والمقملين الجعواقات صحاب المنصات. في هذا الفيديو غادي نطلق لهم السخون. في هذا الفيديو عندي واحد اوديوات اللي خطيره اللي غتسمعوها ديال رويده السيل واوديوات ديال السعاد. باش ملي نقول لكم الهضره تعرفوا راه صحيحه، ما كنهضروش من فراغ، ما كنبقاوش غداويين خاويين. ملي كنقول لكم ان السريعه هي اللي كتحرض البنات على الام ديالهم فاحنا على صواب. ملي كنقول لكم ان هاد السريعه واحد الفيروسة واحد الشيطانه واحد انسانه خطيره بزاف وكتاثر على البنات بواحد الطاقه سلبيه اللي خطيره بزاف، ما كنكذبوش عليكم، ما كاين غير الدليل، واي حاجه كنقولوها الا وعدنا عليها الدليل. بزاف ديال الناس غيتفاجئوا في هاد الاوديوات اللي غادي نسمعهم، كيفاش يسرى كتهضر في الام ديالها، وكيفاش سعاد كتهضر في بنتها، وكيفاش العلاقه بيناتهم الا تدخلات هاد الشيطانه، غنسميها شيطانه، ديال السريعه اللي فرقت ما بين الام والبنات ديالها وحرضت البنات ديالها. ولو كيضربوا في الام ديالهم كيخرجوا كيعايروا الام ديالهم وكينعتوا بنعوت اللي خايبه، وباقين بزاف كيدافعوا على هاد العقوق الوالدين، كيقول لا باقين قاصرين، واخا يهضروا في الام ديالهم ماشي مشكل، واخا يديروا يعني كيحاولوا ينشروا لنا عقوق الوالدين. وحنا شعارنا الخالد هو قلال عقوق الوالدين، كلنا مع الوالدين وكلنا مع الام، واخا تكون الام خايبه، واخا تكون الام فاسده، واخا تكون الام كما كانت كتبقى الام. وفي هاد الاوديوات اللي غادي نسمعكم يسرى كتشهد شهاده حق الام ديالها، غتسمعوها غتتفاجئوا بها كيفاش هضرات وكيفاش التغيير اللي وقع للبنات ما بين ليله وضحاها. البنات خرجوا كيضربوا في الام ديالهم ما بين ماشي بزاف ديال الوقت. هاد الاوديوات اللي غنسمعكم راه ماشي قدام، راه جدات شويه. كيفاش هضرات في الام ديالها، كيفاش كانت كتشكر في الام ديالها. ما غنطولش عليكم بزاف، غنسمعكم الاوديو الاول ومن بعد غنسمعكم الاوديو الاخرين. سمعوا الاوديو مزيان، واخا ثقلت لي شويه الصوت ولكن خاص الصوت مفهوم والصوت واضح ديال من، غتسمعوا مزيان وغتعرفوا ديال من. هذا الاوديو الاول اللي سمعتكم ديال يسرى، سمعتوا يسرى كيفاش كانت كتهضر. حيت واحد المره كانت خرجات وضربت في الام ديالها، ماشي ضربت الام ديالها بهذه الطريقه اللي كتضرب فيها دابا، كانت هضرات في الام ديالها في اليوتيوب. خرجات وكتقول انا ندمت على داك الشيء وكنبقى انا بنت صغيره ما عارفاش، الام ديالي كنبغيها، وكتبكي وكتعنق في الام ديالها وكتبوس فيها وبغيت العلاقه ترجع كما كانت. باش تعرفوا البنت كانت ندمات غير واحد الكلمه بسيطه كانت قالت هذيك الساعه، ما كانتش اصلا وصلت لهذا الشيء ديال تنعت الام ديالها بالفاسده او تنعتها بالمشعوذة او تنعتها بالخيانه الزوجيه، كانت غير كلمه بسيطه كانت قالتها وندمات البنت مشات عند الام ديالها وباغا تصالح وباغا تجمع بين الاب ديالها والام ديالها، وكتقول لك انا كنبغي ماما بزاف وكنعترف لها قدام مليون و40 مغربي. شو باش تعرفوا السيد البنت كتبغي الام ديالها، غير الفيروسات اللي تدخلوا ما بينها وبين الام ديالها فرقهم. دابا غنسمعكم الاوديو الثاني ديال سعاد، غتشوفوا سعاد كيفاش كتهضر على بنتها وهي حداها، كيفاش سعاد كتبكي، كيفاش سعاد كتوضح الشعور ديالها ما بينها وبين بنتها. ولكن الله ياخذ الحق اللي دخل ما بين هاد الاسره وشتتها، والله ياخذ الحق اللي كيجري في الصداع وفي المشاكل باش يفرق البنت على بناتها، مع العلم ان البنات راه كيبغيو الام ديالهم. راه الضغوطات اللي عليهم من جهه الاب ومن جهه بنات الاب وزائد العكوشه كيحرضوهم على الام ديالهم،
انا كما قلت لكم فاطمه الزهراء راه كتبغي الام ديالها واحد الدرجه كبيره. شوف غير كيفاش كانت مع الام ديالها وتمشيات، وملي كتسمع عن باغي يديروا شي حاجه للام ديالها كانت هي كيبقى فيها الحال، ما كانش كتبقى جالسه قدام الطابله، لدرجه ولاو كيتفاداو يهضروا على الام ديالها حداها ملي تكون هي معاهم. حتى كتمشي فاطمه الزهراء للبيت او كتمشي للمدرسه عاد كيديروا اجتماع على الفيديوهات اللي غيخرجوا بهم واشنو غيقولوا على السعاد، وغيتفقوا واش يخرجوا يضربوا في السعاد. سمعوا، غنسمعكم دابا الاوديو ديال السعاد. كما سمعتو سعاد هنايا بنت حداها وقالت لها انا كنت كنمشي نخدم وكنخليك كنت ديك صغيره عاد الام ديالي، يعني كان بوكليشه كيقول لك انا اللي مربيهم. كانت سعاد كتخدم العكوشه كتقول لك كانوا كيبقاو عندي انا مقابلهم. سعاد هنا كتهضر قدام بنتها، يعني كانت سعاد كتكذب غتقول لها بنتها لا ماما كنا غنبقى مع الاب ديالي او لا كنتي كتخلينا عند العكوشه. سعاد كانت كتدي هي واسره عند الام ديالها تخليها عندها وتمشي تخدم باش يجيب لهم ما ياكلوا، فما يمكنش الزوج جالس في الدار وسعاد تي غتجلس في الدار تيتينيني وشنو غياكل الحجر. السيد بارد الكتاف ما خدامش، سعاد ما يمكنش تبقى جالسه مع الولاد ومخليه الخدمه حتى دار وتجيب طرف ديال الخبز، ان سعاد كانت دايره الدور ديال الراجل. هنا باش تعرفوا انا سمعتكم هاد الاوديوات باش تاكدوا ان السريعه هي اللي مأثره على دوك البنيات وهي اللي كتحرضهم وهي اللي خرجت عليهم هي والعكوشه، اما البنات راه كيبغيو الام ديالهم. راه غير يتعزلوا على السريعه ولا هادي غيرجعوا عند الام ديالهم، وواحد النهار غيرجعوا عند الام ديالهم. المهم ما غنطولش عليكم في هذا الفيديو اخوتي، كنتمنى منكم اللايكات والتعاليق والبارتاج فضلا وليس امرا.